بكل تأكيد الكسل هي عادة سيئة. الشخص الكسول ده احنا ما بنحبش، يعني عادة من العادات لو موجودة في شخص يجب انه يتخلص من هذه العادة، لانه الانسان الكسول ما بيعملش اي حاجة في حياته. الراجل قاعد في بيته ما بيتحركش، حتى لو نزل شغله فهو برضه شخص كسول في الشغل. والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من العجز والكسل. لكن في كسل ممكن يجي مرة في الشهر او مرة كل فين وفين، ده اسمه كسل ايجابي، كسل مستحب. بمعنى انك تكون قاعد كده في البيت ويوم اجازتك، ممكن تشرب فنجان القهوة وانت نايم على السرير، ده نوع من الكسل، لكنه في النهاية بيديك حالة من الانتعاش كده جمال، يفوقك للي جاي، يعني يخليك ترتاح قدر الامكان. سؤال حلقتنا بيقول: بمناسبة الاحتفال بيوم الكسل العالمي، احكي لنا موقف كسلت فيه. مواقف بقى يا جماعة، ما تعدش بتكسل ترد عليها في التليفون. لا انا مش بكسل ارد عليكم في التليفون، انا ما بحبش التليفون. في فرق بين الاثنين، بس عامه في فرق برضو بين الكسل، وفي فرق بين انت تنتقي ان انت طاقتك تستنفذها في ايه. يعني انا ما بحبش اعمل مجهود في حاجه ممكن ما اعملش فيها مجهود. يا سلام، صح؟ مش ده مبدا برضو؟ يعني هي ده بس ده دي قناعه، لكن مش كسل. يعني لما في موقف بيحتاج او حاجه بيتطلب مني مجهود بعمل المجهود، حاجه ممكن استغنى عن المجهود. يعني ايوه طبعا. طبعا يعني في حاجات كتير جدا، يعني في شغل مثلا محتاج مجهود لازم اوفر له طاقه واوفر له مجهود. في حاجات كتير جدا يعني تستدعي ان انا احتفظ بطاقتي ومجهودي. مش هقول مواقف، مش عارفه يعني ممكن يعني لو في موقف لو في مواقف الحقيقه كده موقف. طيب عشان ده سؤال حلقتنا النهارده، عشان نشجع طيب الناس حتى ان هي تبعت لنا. مثلا في مره كنت قاعده يعني مع اصدقاء ليا في مكان، وطلبت شاي على حد كده كويس. المهم مش البراد نزل، وانا قاعده فضلت باصه للبراد كده شويه وهم عمالين يتكلموا، وصار باصه للبراد انا عايزه اشرب الشاي بس مش قادره، مكسله. فانا ديت يعني حد ممكن يساعدني، ناديت الراجل قلت له ممكن معلش تصب لي شاي. انا ما خدتش بالي ان ده كسل غير لما حد من اللي قاعدين قال لي جمار للدرجه دي. بتوفر طاقتها. ده كان موقف مثلا. طبعا بقى ده غير كميه الاكياس او الشنط اللي ممكن اشيلها بايد واحده عشان ما اروحش وارجع. مثلا الحوادث اللي بتحصل عشان نحاول نجيب الريموت او نحاول نجيب التليفون من حته بعيده، ناهيك عن انه مثلا لو عايزه اقول حاجه لماما في البيت ممكن اكلمها على التليفون عشان مكسله تروح الاوضه اللي جنبك. ده برضو توفير للطاقه او احترام. ممكن لا ممكن نقول ده شخص كسول والله بامتياز، يعني مهما حاول. لا ممكن نقول ده احترام للخصوصيه. لا طبعا، لا طبعا استثمار في صحتي. استثمار في الصحه. طب انت ايه موقف الكسل؟ انا مش كسول، يعني انا بشكل عام مش انا بيتوتي، وفي فرق بين الاثنين. انا احب قعده البيت. هي دي المسميات اللي احنا بنقولها لنفسنا؟ لا والله بمنتهى الامانه انا فعلا بيتوتي، احب قعده البيت. لكن وانا موجود في البيت لو في اي اعمال منزليه هعملها. لو نزلت الشارع، يعني لو اضطريت ان انزل الشارع، اتكلم يوم اجازتي طبعا، لو اضطريت ان انزل الشارع هبقى اكتف جدا وبتحرك وبعمل كل حاجه انا عايز اعملها. يعني لو في حاجه في البيت كسل. مثلا لو في اي حاجه في البيت باظت، حنفيه باظت، اي حاجه باظت، الطلبات المنزليه البسيطه دي بنجمعها. الحاجات دي مش منزليه بسيطه، الحاجات دي بتتجمع على مدار لسه كنت بتقول انا نشيط مثلا. لسه كنت نشيط جدا ويوم اجازتي لو نشيط مثلا، لو عايز اروح اجيب حاجه من اوضه لاوضه ثانيه ما بكسلش، يعني ما عنديش هم مرحمين انا في الحاجات دي. فظيع فظيع في النشاط. على اي حال ده سؤال حلقتنا النهارده، بما ان احنا النهارده بنحتفل بيوم الكسل العالمي. شفت في احتفال بيوم الكسل العالمي؟ هم عملوه على فكره، عملوا الاحتفال ده في كولومبيا، كانت بدايته بحسب معرفتي يعني كانت في كولومبيا، وبرده كانوا عاملينه عشان يعيشوا لحظات استرخاء وسط طبعا شغل سنه كلها، فمخصصين يوم كده للاحتفال، بياخدوا الكنب وبياخدوا المراتب والسراير وينزلوا في الشارع. ما ده مجهود اصلا. في فين الكسل بقى؟ يعني اللي خلاني عملت كده كده انا كسول ازاي؟ يعني بص، هو الكسل زياده عن اللزوم طبعا مش لطيف يعني، ولكن فكره انت تريح نفسك على قد ما تقدر دي لطيفه. على اي حال ده سؤال حلقتنا النهارده، احكوا لنا عن مواقف كسلتوا فيها. طبعا سؤالنا موجود على صفحتنا على فيسبوك، ومستنيين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.